أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم عن تسربات في الحنفيات. أحيانا الواحد يقول أن هذا التسرب بسيط، يعني مثلا إذا كان الماء ينزل على شكل خيط من الحنفية، الحنفية تصكها بس ما تنصك تماما، إنما يبقى الماء ينزل على شكل خيط. الواحد يقول هذا شيء بسيط، ممكن الواحد يتجاهله، لكن احنا قسنا في كثير من الأحيان هذه الكميات البسيطة، وجدنا أنها هي تشكل حوالي يعني في 3 دقائق أو 4 دقائق لتر واحد، أو ممكن تكون مثلا في 6 دقائق إذا كان أخف التسرب، في 6 دقائق لتر واحد. فخلال ساعة بيكون عندنا 10 لتر، في خلال 24 ساعة عندنا 240 لتر. يعني الخزان اللي عندك فوق السطح اللي حجمه حوالي 1000 لتر، ربعه تقريبا 250، ربعه 250 لتر في 24 ساعة يروح عليك، ربع خزانك يروح، تفقد هذا الماء من خلال هذا الخيط اللي تقول انت عنه بسيط، ما في داعي ان اصلح التسرب. هذا التسرب البسيط ايش منه يصير؟ وهل ممكن الواحد يعالجه بسهولة؟ نعم، ممكن علاجه بسهولة، وبنشوف هذه خلال الشرح اللي بنراويكم اياه الحين. في انواع مختلفه من الصمامات اللي طبعا يصير فيها اعطال. ناخذ مثلا هذا النوع، شلون نفكه؟ عمليه سهله، في غطاء احمر او ازرق، تفك الغطاء الاحمر دي او الازرق، وفي تحته تحت هذا الغطاء في سكروب، تروح تبطل السكروب دي، وبعدين بعد ما يصير لين السكروب ترفع تشد المغطاء لفوق، تفتحها وتفتح هذا الصمام، الجزء الداخلي من الصمام، علشان تبدله، لأن هذا هو الخربان، هذا الجزء هو اللي يكون فيه التسرب، سبب التسرب. طبعا انت قبل لا تسوي العملية هاي تصك الماء من الخزان العلوي اللي يحق حق المكسر او حق الخلاط، تفتح الجهاز الداخلي، هاي الربلة هي اللي خربانة. ليش تخرب هاي الربلة؟ طبعا مع الزمن كل شيء يخرب، لكن قد يكون من أسباب تلف هاي الربلة أن الواحد أحيانا يجي ويصك اللولب بقوة فيروح يخرب دائما، هو اللولب صاحي ما في شيء ما يسرب، بس عملية أنك تصكه بقوة، دائما تصكه بقوة تخرب الربلة هذه. ترجع طبعا تروح، قصدي يعني تأتي بجهاز الداخلي الجديد وتركبه مثل ما فكيته. طبعا في نوع ثاني من الاغطيه هذه، اذا شلت الغطاء خلاص ما يرجع مره ثانيه، نوع القفل هاي ينكسر ولازم تبدل هاي القطعه الحمراء. طبعا شيل المغطاء سهل، هاي ما في سكروب. وفي نوع ثالث هو عباره عن ضغط، مجرد ضغط، وهذه تسحبه على فوق يطلع عندك في يدك. فإذا العملية هي أنك شلون تفتح هذا الغطاء وتبدل طبعا الجزء الداخلي للصمام. طبعا احنا تكلمنا عن التسربات في الخلاط بعد ما أنت تصك الخلاط، لكن أحيانا يكون عندك تسرب في أثناء استخدام الخلاط، وهذا التسرب وين يكون؟ يكون في العنق أو يكون في الأطراف، في أماكن الوصلات هذه. هاي لما تصك اللولب الماء يتوقف ما ينزل من اي مكان، بس اثناء تشغيل الصمام
او تشغيل الخلاط الماء قاعد تستخدمه انت وفي نفس الوقت قاعد يطلع من جهه العنق ومن جهه الوصلات هذه. هاي شو نسوي؟ اذا كان مثلا من جهه العنق نفتح العنق ونبدل طبعا الربلات هذه اذا كانت خربانه، واذا ما حصلنا في السوق ربلات خربانه نحصل عنق كامل، هذا كامل نحصله نروح نبدله. اذا كان العنق صاحي والماء قاعد ينزل من الوصلات هذه تروح تحط شو اسمه. طبعا في نفس الشيء في عندك ربله سوداء هذه تبدلها زين، وبهذا الشكل تكون وقفت التسرب اثناء التشغيل. يعني هذا ما بيكون عندك تسرب مستمر 24 ساعه، لا، انما يكون اثناء ما تفتح اللولب انت عندك تسرب، وهاي ايضا لازم احنا نتغلب عليه ونقضي عليه. مثل ما شفنا العمليه يعني مو بصعبه، وما نقدر نقول يعني كلش سهله، انما يعني متوسطه الصعوبه، لكن الواحد أجربها مرة أو مرتين بيجدها أن هي جدا سهلة. وإذا ما قدرت أن تسويها بنفسك فتجيب طبعا فني من المبرع ويسوي لك هاي الشغلة، بس أنت تكون فاهم العملية هذه. وبعدين هذا الجزء الداخلي اللي تبدله أنت يكلف شيء بسيط جدا، ممكن يكلفك مثلا 800 فلس وتركيبة دينار، يعني يقول دينارين 3 دنانير أنت بتوقف هذا التسرب. لكن بتحل مشكلتك. هالأيام عندنا الماي يوصل ساعات معينة فقط يترس لك الخزان، وبعدين يتوقف الماي، ما يترس مايك الماي. فأنت الماي اللي خزنته إذا فقدت ربعه في هذا التسرب البسيط، إذا يعني بتجلس على 3 أرباع، تستهلك بس 3 أرباع وبيخلص الماي اللي عندك، ما بيكون كافي لك. بالعكس انت تقول والله انا احتاج خزان زياده يعني بتزيد الخزانات اللي عندك على اساس بس الفاقد في هذه التسربات. فان شاء الله تصلحون تسرباتكم بنفسكم، واذا ما قدرتوا تصلحونها انتم بنفسكم ممكن تبون فني، وان شاء الله ما تكون عندكم مشاكل، ونلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله تعالى.